بالظبط زي ما يطلع نفسه برضه خالد الغندور يتكلم ليه الاهلي ماتش المحله اتنقل، ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيلي. نسمعه عشان تشوفوا الفتنه بتبدا منين. لو عايزين نعالج تعالوا حاسبونا او حاسبوهم، لانه ما ينفعش كده. نشوف خالد الغندور وهو بيتكلم على سبب نقل مباراه الاهلي والمحله وليه الاهلي كمان ما بيروحش الاسماعيليه. انا مضطر اعمل فتنه رياضيه، لان للاسف لما بتيجي تتكلم في المواضيع دي بيعتبروها فتنه. انا دلوقتي من اسبوع بالظبط كان معايا الاستاذ حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحله، وقال لي قلت له يا كابتن انتوا فعلا في كلام ان الماتش بتاعكم مع الاهلي الامن مانع اقامه المباراه؟ فقال لي هو كانوا طالبين منا اشتراطات امنيه وامن الغربيه رافض، فاضطرينا نقول لنادي الاهلي تعالى نلعب على ارضك الاول وبعد كده نلعب الماتش التاني على ارضنا. تمام؟ طيب نتكلم بالعقل كده يا جماعه، لان مصر عيب عيب، انا بقول اهو عيب ان مدير امن يقول مش قادر امن ماتش بدون جمهور. عيب. طيب هل الاشتراطات الامنيه دي مرتبطه بدخول الجماهير؟ مرتبطه بنادي بعينه؟ هل غزل المحله مش هيلعب كل ماتشاته في الدور الاول على ارضه لغايه ما الاشتراطات الامنيه تتعمل، ولا هو ماتش واحد؟ تعالوا بقى نشوف الاهلي هيلعب مع مين. الجدول بالنسبه لنادي الاهلي مع الفرق اللي هيقابلها اسهل بكتير من الزمالك. هيلعب مع مصر المقاصه في استاد السلام، والاهلي هيلعب يوم الجمعه يوم الاجازه عشان الامن في الغربيه ما وافقش، بس وافق السنه اللي فاتت انه يلعب الزمالك مع طنطا بجمهور بدون اشتراطات امنيه. هيلعب يوم الجمعه في استاد السلام، وبعد كده هيلعب الزمالك. كويس قوي. خالد الغندور بيقول لك انا سالت حسام عزو نائب رئيس نادي المحله، ملياش دعوه هو قال لك ايه، بس هقول لك حسام عزو نفسه في مداخله في اتصال مع احد الزملاء اعتقد مع هاني حتحوت رايه كان ايه، او مع ابراهيم فايق، ابراهيم عبد الجواد مع الزميل ابراهيم فايق. حسام عزو يا سيدي اللي انت استندت له عشان تضرب الاسفين الجديد بين الاهلي والمحله، هسمعك نائب رئيس نادي المحله قال ايه. عايز اتكلم بقى مع حضرتك على نقل المباراه المقبله امام النادي الاهلي، مباراه كانت ستقام على استاد غزل المحله ثم تم نقلها الى ملعب الاهلي والسلام. والله يا فندم بص، هو كان في اشارات امنيه الامن طلبها مننا، احنا كلمنا الامن اللي يجي النهارده عشان ناخد الموافقه. الامن جه اعترض على بعض الحاجات كده فما ادناش الموافقه مع استعجال لجنه المسابقات ان عايزه قرار النهارده. فاتصلنا بلجنه المسابقات والكابتن. طب الاول بس ايه نوعيه الاشتراطات الامنيه المطلوبه في الملعب؟ كان بالنسبه للكاميرات يا فندم، بالنسبه للكاميرات. بالنسبه للكاميرات يعني احنا حاطين 21 كاميرا هم عايزين يزودوهم شويه. ماشي. مع نوعيه مختلفه من الكاميرات اللي موجوده كمان. عايزين كاميرات اعلى شويه في الجوده. اعلى شويه حضرتك في الجوده. وده اللي احنا بنعمله يعني خلال يومين هيكونوا جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا مع استعجال لجنه المسابقات في القرار. اتفقنا مع لجنه المسابقات والنادي الاهلي ان الدور الاول يبقى الاهلي واحنا ان شاء الله الدور الثاني. بدلتوا ال تمام ايوه ايوه يا فندم ايوه ده اللي حصل بالظبط يعني. بالتوافق مع النادي الاهلي وبالتالي أيوة. حتى كمان عشان يبقى اذا ما فيش مشكله يبقى المباراه دي هذه المره ستكون على ملعب الاهلي والدور الاول الاهلي والدور الثاني ان شاء الله في المحله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن. يعني لما خالد الغندور قال كده تاني يوم جماهير المحله وهي بتساند فرقتها دخلت تساند فرقتها وتشتم الاهلي. هو ده اللي عايزه. بالفاظ نابيه جدا. هو ده اللي عايزه. وده اللي مطلوب. وده اللي خالد الغندور مش عايز يفتكر انه الواقعه بتاعه 2013 و2012 محاولات مستمره مع الاهلي والمحله عبيد. اللي كانت المباراه تحدث فيها كارثه بورسعيد كان فيها ده. مازن مرزوق اللي بأدار المسابقة واللي حط الجدول حط النقاط على الحروف في كلام الأمن اللي مستكتر خالد الغندور إنه يبقى فيه دواعي أمنية. اسمع لمنظم المسابقة. الجهات الأمنية وافقت على أغلب الملاعب، في بعض الملاعب لها اشتراطات أمنية ولهم الحق. يعني ما برضو مش كل ملعب هتقدر تلعب فيه كل المباريات او تقدر تلعب فيه الاهلي والزمالك بالذات. ايوه ليها اشتراطات امنيه، في حاجات بتتوافق عليها وفي حاجات ليها متطلبات زي استاد غزل المحله. أيوة. ليه متطلبات لازم يعملوا حاجات ويظبطوها
ما ظبطوهاش لغايه دي كانت طلبات الامن. كانت طلبات الامن، فلم تنتهي الحاجات الاشتراطات الامنيه. قال لك احنا محتاجين كاميرات بكواليتي عالي وباعداد وابواب معينه بارتفاعات معينه، يعني حاجات امنيه انا يعني ما افهمش فيها قوي يعني، لكن في النهايه اشتراطات لابد من توفرها. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب بدليل النادي المحله طلع شكر النادي الاهلي. ما عندي كان المهندس حسام على القصه دي ويعني على ايدي انا اللي تدخلت علشان اقلب الماتشين علشان ما يبقاش في مشكله في الملعب. وحصلت مع نادي الزمالك وبيراميدز، نادي الزمالك وطلايع الجيش اللي هيبقى في الاسبوع السادس نفس القصه، قلبت الماتشين، اتقلبت الماتشات بموافقه الناديين. يعني انا مش لوحدي كده باخد قرار، لا ما ينفعش، لازم موافقه الناديين يوافقوا، فبنقلب عشان مشكله الملاعب. استاد القاهره هيتفتح يوم 15 يناير ان شاء الله. فالزمالك هيرجع يلعب في استاد القاهره، المفروض دجله كان برضو طالب يلعب في استاد القاهره فيقدر يرجع يلعب في استاد القاهره. طيب هل من ضمن الامور، هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا، بص عشان برضو الناس يعني في انديه برضو تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب، ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤى الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه خلاص، يبقى دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته يعني اكيد انا لو عليا لعب الناس كلها، لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني أنا ما عنديش الخلفيات بتاعت الأمن، الأمن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن ما أنا أطلع أتكلم، لما أنا أطلع أقول لا هيلعب الأهلي هنا والزمالك يلعب هنا، أبقى بقول أي كلام. لأن اللي بيأمن البلد دي ال 100 مليون هي الجهات الأمنية، وهي عارفة الصالح العام. طبعًا في 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 بعض الحاجات هم ممكن يقول لك لا هنعمل دي، ممكن نعمل دي، ممكن نلعب ثلاث اربع ماتشات في اليوم في نفس المكان في نفس المديريه، يعني أيوة أيوة. بيتعاونوا في حاجات كتيره جدا، لكن في حاجات بتبقى ليها رؤيه امنيه واشتراطات امنيه معينه لابد من احترامها. بص يا سيدي، اسباب امنيه، والزمالك هيتنقل له، هيتبدل له ماتشين لكن هو بيؤجج باستمرار مع الانديه الشعبيه، وانت كويس انك المحت وهنجيبها بعدين. القضيه دي مش هتتقفل عند هذا الحد، لازم يبان موقف كل واحد بيعمل ايه عشان يبقى مسؤول عن تصرفاته. برضه في ماتشنا في 2012 مع المحله نفس الموقف ونفس التسخين، وكادت تحدث كارثه، ولكن الامن تعامل معاه لانه فاطن اليها، واجلت الكارثه لتحدث في بورسعيد.